دكتور محمد ترشين، نشر موقع سومال جارديان معلومات بتقول إن أثيوبيا سيطرت على عدة مطارات بالصومال في منطقة جيدو جنوب الصومال في محاولة لمنع نقل الجوي المحتمل للقوات المصرية للمنطقة. في رأيك ما منطقية حدوث ذلك؟ بالرغم من أن الجانب الأثيوبي ظل يسيطر على الأوضاع الأمنية وكذلك السياسية في الصومال منذ انهيار الدولة المركزية عقب سقوط نظام محمد سياج بري، فبالتالي هذه التدخلات كانت أيضا تحت غطاء شرعي سواء كان من الاتحاد الأفريقي في 2006 وكذلك من الأمم المتحدة. وتاريخيا الصومال ظلت يعني لا تسلم من التدخلات الأثيوبية. في 1977 اقتطعت أثيوبيا إقليم أوغودين وأصبح جزءا الآن من السيادة الأثيوبية. فأنا في تقديري الآن بعض التحركات الأخيرة التي قام بها رئيس الصومال حسن الشيخ محمود إلى مصر في يناير وكذلك مؤخرا وكذلك عن توقيع الاتفاقيات التي حدثت مؤخرا، أعتقد بأن الجانب الأثيوبي أو أديس أبابا استشعرت الخطر، بمعنى أن قوة راجحة كمصر أصبحت الآن تتدخل بشكل مباشر. فبالتالي أنا لا أستبعد هذا الخبر بالرغم أنه لم يصدر من وكالة أنباء أن نستطيع أن نقول بين مزدوجتين مستقلة، لكن ربما أثيوبيا تتدخل بشكل أو بآخر لإعاقة التدخل المصري أو انتشار الجنود المصريين، لا سيما بأن الخطوة التي أعلنتها القاهرة وجدت الاستهجان والرفض من الجانب الأثيوبي سواء كانت تصريحات وزير الخارجية أو حتى القيادات العسكرية التي أبدت رفضها القاطع وتساءلت أين كانت مصر طوال السنوات الماضية. أنا أعتقد أن الآن الصراع أو القنبلة أصبحت تكوات موقوت أو قاب قوسين أو أدنى أن تنفجر في القرن الأفريقي نتيجة للتجاذبات التي تحدث هنا وهناك سواء كان عقب التدخل المصري أو من قبل، نتيجة أيضا للخلافات الجوهرية بين أثيوبيا وأريتريا وإلى حد ما بين أثيوبيا وجيبوتي وكذلك بين أثيوبيا والسودان. فضلا عن ذلك قضية صد النهضة ظلت ماسرة. كل هذه التحديات أنا في تقديري ستجعل الأوضاع الأمنية وكذلك الأوضاع الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي قابلة للانفجار تحت أي لحظة.